نجوم أعظم أعمالك. مبارك أنت، مبارك يا سيد. حد فرحان؟ حد مبسوط؟ تعالوا نقف مع بعض واحنا بنرنم كلمات الترنيمة دي. هذا هو اليوم السعيد. بص كده اللي جنبك قول افرح. انا مش شايف حد بيبص اللي جنبه خالص. حد بيبص اللي جنبه؟ ايوه، في ناس داخله فرحانه اوريدي. طيب فرحان ليه؟ فرحان حد كده يساعدني. فرحانين ليه؟ اقولوا علي صوتكم. ليه يا طنط؟ ايه اليوم ده؟ ميلاد الرب. فرحانين ليه تاني؟ حد فرحان تاني؟ اه نادر. هللويا، حضور الملك. حد فرحان تاني؟ ليه؟
عفكة ممكن تقول تفضلي طن تفضلي. فرحانين ان احنا مسيحيين، امين، احنا لينا الشرف ان اسمه يدعى علينا. فقولها كده وانت فرحان النهاردة، هذا هو اليوم السعيد، فلتفرح الشعوب. خلينا نفرح واحنا في محضر الملك وبنكرم الملك، امين. هاليلويا هاليلويا. نفسي أرى آيتين من لوقا، إنجيل لوقا أصحاح 2 وعدد 10. لحبين تتفضلوا استريحوا تفضلوا. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص، هو المسيح الرب. ظهور الملاك كان دايما في العهد القديم لازم يصحبه حدث عظيم. فيش ملاك كان بيظهر كده للناس وما يحصلش حاجة بعدها. إبراهيم قال له أسرار ملاك أو ملاك الرب. يشوع مظهر ليه الملاك كان بيديله سر وإعلانات وقال له هيحصل وهيحصل. في خلال العهد القديم كله ظهور الملاك بيعني حاجة، يا إما هيحصل يعني حاجة عظيمة بتحصل. وأول ما ظهر الملاك لرعاه حصل إيه؟ الآية بتقول لا تخافوا، فرغم يعني ده بيقول إن هم حصل لهم إيه؟ خافوا، بس كانت البشارة ها أنا أبشركم بفرح، نفس الفرح اللي كنا نتكلم عليه من شوية، فرح عظيم، فرح عظيم. إيه الفرح العظيم ده؟ يكون لجميع الشعب، إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. الملاك استخدم ثلاث ألقاب للرب ليه كل المجد. أول لقب مخلص، اسمه يسوع الذي يخلص، يسوع يشوع يخلص. الملاك أول إعلان قاله للرعاة، خلي بالكوا الاسم ده أو الملك ده أو البشارة بالفرح العظيم ده بالمولود هيعمل ثلاث حاجات. أول حاجة مخلص، تاني حاجة المسيح. مين المسيح ده؟ ده الممسوح. عايز يقول لهم اللي انتم مستنيينه، المسيح اللي مستنيينه من العهد القديم هو ده اللي انا ببشركم بيه، مخلص مسيح. والحاجة التالتة الرب اللي قال عنه داود، قال الرب لربي اجلس. هو ده الرب.
عايز يعني اعظم ثلاث كلمات فيها اعلان قوي جدا للملائكه اللي عايز للرعاه عايز يقول لهم يعني الثلاثه دول بيلخصوا عمل المسيح كله، المخلص اللي جه اتولد عشان يخلص، الحاجه الثانيه المسيح الممسوح اللي انتم منتظرين البروفيسي اللي كل مواعيد العهد القديم والنبوات بتتكلم عنه، والحاجه الثالثه ده هو الرب، هو اللي يستحق ان احنا نيجي ونسجد عنده. عشان كده النهارده واحنا بنحتفل بالميلاد بنحتفل بميلاد المخلص، بنحتفل بميلاد المسيح المسيح الممسوح من الله، بنحتفل بميلاد الرب اللي يستحق ان انا وانت وانت نيجي نسجد قدامه ونقول له اشكرك، انت الهي، انت خيري، لا شيء لي غيرك. الارض قبل ما جيه كانت مليانه بالظلمه، لكن لما ظهر ظهر معاه نور، فاعلانه كان نور مش للرعاه بس، لكن اعلان نور لكل البشريه. هاليلويا. ما بقاش في سلام.
حكايتنا دي كانت زمان، لكن هيفضل يحكيها لزمان، زماننا وزمان اللي هيجي بعدين لو الرب تأنى في مجيئه. قصة إله ترك المجد، كان في صورة الله، لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك حتى حافظ اللي بعدها، رفعه الله وعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد. لو بابا هنا كان قال لي ما تسحقش هاليلويا، ما تسحقش هاليلويا، هاليلويا. Yeah.
يسوع اسمه عجيب، هو المسيح يسوع هو القدير، هو فديا. نعم الاسم العظيم يسوع اسمه عجيب، هو المسيح يسوع هو القدير، هو فديا. اتجسدت وجيت لينا، نورك نور أرضينا يا عيب، وهنفضل نغنينا وهنعيد بمجيئك، نرفع راية إنجيلك يا عيب. ليك المجد يا فدينا، اتجسدت وجيت لينا، نورك نور أرضينا يا عيب، وهنفضل نغنينا وهنعيد بمجيئك، نرفع راية إنجيلك يا عجيب. يا عجيب يا مشير يا إله يا قدير يا أمل أبدي يا رئيس السلام، يا عجيب يا مشير يا إله يا قدير يا أمل أبدي يا رئيس السلام. انت الله المتجسد والمسيح المتمجد والخليقة بتردد يا عجيب، انت مشتاق الأمة فيك الآمن والنعم، فيك الحب والنغم يا عجيب. انت الله المتجسد والمسيح المتمجد والخليقة بتردد يا عجيب، انت مشتاق يا إله يا قدير يا أمين.
عجيب يا مشير يا إله يا قدير يا أبا أبدي يا رئيس السلام يا عجيب يا مشير يا إله يا قدير يا أبا أبدي يا رئيس السلام. نعيد نختم مع بعض بكم ترنيم الجايين. نعيد لك نحتفل بك، لك اشتياقنا، أنت مصدر تسبيحنا، أنت مصدر فرحنا، أنت مصدر حياتنا. إحنا بدونك لا نستطيع أن نفعل أي شيء أي شيء، لكن أنت فيك الحياة. هاليلويا. نسبحك بطيبات القلب، أنت ناشدنا بكت قلوبنا ونبع سرورنا، نعيد لك نحتفل بك، لك اشتياقنا يا إله تسبيحنا، نعيد لك نحتفل بك، لك اشتياقنا يا إله تسبيحنا. أنت جالس وسط تسبيحنا، تمر بمجدك حياتنا، عزنا بك يا إلهنا، ما أبهت حضورك، نعيد لك نحتفل وبيعزينا، ينور علينا، ينور علينا.
بوشة على إيدك واللي مس ولادك ربي ده بيمس عينك شايفين على كفاك سمينا منقوشة على إيدك واللي مس ولادك ربي ده بيمس صغيرة. ارفع قلبك وارفع صوتك لو تقدر. قل له أشكرك 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 لأنك جيت وتنزلت في أرضنا. أشكرك لأن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس لننال كل واحد منا ينال التبني. أشكرك لأني كل الذين قبلوه أعطتهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. هاليلويا لك المجد يا رب. لو روح القدس بيشغلك النهاردة تصلي ارفع صوتك في وسط الجماعة في وسط الجسد واعلن اعلن الاعلان ده وقول له اشكرك 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 لانك اتنزلت عشاني انا عشاني انا لان انا لو كنت الوحيد اللي موجود هتيجي عشان تفتديني من لعنة الناموس والخطية. تسمع وحضرتك بتسمع كلمات الترنيمة دي لك يا سيدي أقل حاجة نديها له نقول له أنا ليك بجملتي. حياتي دي بتاعتك, حياتي دي مش ملكي. أنت جيت اتولدت عشت اتصلبت قمت عشان تديني حياة أبدية. بدي كل أمالي, بدي كل حاجة عندي. You're my
اسم الرب. رب يبارككم. جون كوير مبارك اسم الإله العظيم. هنتكلم عن الأمال الكبار النهاردة. نشوف ايه هي الأمال الكبار. هو عندنا أمال كبار نشوفها. خلينا نرحب بيكم. كل سنة وانتم طيبين. برحب بكل القديسين اللي بيشوفونا على قناة الكرمة الفضائية في كل الأرض. مثقل قوي قبل ما أبدأ أشارك معاكم بحاجة صغيرة عشان نقدر نرنم تاني. مثقل قوي نصلي من أجل ناس في وقت عيد الميلاد موجوعة, ناس تعبانة, ناس متألمة, ناس كان نفسها تيجي تكون معانا وما قدرتش, ناس موجودة في المستشفيات, وناس يمكن موجودة في البيوت وتعبانة. عايزين نصلي من أجل الناس دي. نصلي ونشجعهم ونقول لهم إحنا في جنبيكم, احنا بنصلي كمان من اجلكم. في اسماء كتيره جوايا بس انا مش عايز اقول النهارده اسماء, لكن عايز اقول كل مريض, كل متالم, كل موجوع, عايزين نشجعه, عايزين نقول له ان احنا بنحبك, احنا بنصلي من اجلك. ايمن تقدر تيجي تصلي معانا, وسعيد ان انت ومريان جيتوا من فيرجينيا عشان تكونوا معانا. فهنصلي مع ايمن انه ربنا يمد ايده باحسان. انا عارف انه احتفال, انا عارف انه احنا جايين نعيد, بس ده احلى عيد. أحلى عيد إن إحنا نذكر إخواتنا المتألمين. أحلى عيد نحمل أثقال بعض. أحلى عيد نشجع بعض ونصلي من أجل بعض. هو ده أحلى عيد. ممكن نقف نصلي مع بعض؟ يا رب من كل قلب بنشكرك, بنعظمك يا رب, لأنه في ملء الزمان يا رب أرسلت ابنك لأجل كل واحد فينا. نشكرك لأن احنا كنا في فكرك منذ الأزل يا سيد. نشكرك لأجل المحبة الأبدية التي أحببتنا بيها يا رب. يا رب بنشكرك من أجل فرصة وجودنا أمامك يا رب. يا رب جايين نعيد لك, نحتفل بك يا سيد. يا رب في وسط فرحة الميلاد يا رب بصلي لأجل كل شخص متألم,
كل شخص يا رب ظروفه صعبة، وإن سواء تحت المرض أو تحت الظروف الصعبة يا رب أعين الكل إياك تترجى يا رب في هذا اليوم. يا رب تعال يا رب قول بيننا، اصنع خيرا واشف يا سيد يا رب، اللي تمدي يمين البركة لأجل كل واحد فينا يا رب، منتظرين كلمة من عندك يا رب فتشفي يا رب كل نفس فينا. مكتوب أرسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكاتهم. يا رب صلي بركة لأجل كل شخص مثل أمامك يا رب، دينا كلنا يا رب النهاردة نتلامس مع شخصك. كلمة يا رب لابنك من تكلمنا فيه، أعطيه قوة في الروح وفي النفس وفي الجسد أيضا، في اسم الرب يسوع لك كل المجد آمين. مبارك اسم الرب. خلينا نتفق على مبدأ مع بعض. أنا عارف إن إحنا جايين في مناسبة حلوة، بس هم مبدئين. المبدأ الأولاني إننا مش هنطلع برا إلا إذا كان في احتياج. يعني لو أنت فعلا محتاج تروح الباثروم أو حاجة إرجنت يعني أوكي، لكن لو نفسك تطلع برا عشان بس افتكرت حاجة تسلم على حد أو تاع، خليها بعد الاجتماع. دي الحاجة الأولانية. الحاجة التانية، أحسن لو نسيت في آخر الاجتماع أن أنا أقولها، الأسبوع اللي جاي هنتفق مع بعض. أنا عارف it's Christmas day، فإحنا نحب نكون كعائلات مع بعض. ما عندناش English ministry يوم الحد اللي جاي، فإحنا ممكن نبدأ الساعة 11. Do you feel ممكن نيجي من 11 لوحدة ونتقابل مع العائلات كلنا مع عائلتنا after one؟ Is it good or bad؟ ارفع إيدك معي، أكد معي. نبدأ الساعة 11. طب نبدأ الساعة 1؟ طب ما نبدأش خالص. طيب لو كان في اثنين انا هاجي، لو في اثنين انا هاجي، واتمنى يكون في ميات. العيد الحقيقي صدقوني، العيد الحقيقي نبقى في حضرته. انا بتكلم بجد. في باقي اليوم من الساعة واحدة الاجتماع هيكون من الساعة 11 لحد 12:30. That's it. على بتا نوصل البيت بس الساعة واحدة، ممكن نعيد مع حبايبنا واخواتنا، بس حلو قوي 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 نحن نكون مع بعض في اليوم ده. فانا بشجعكم لو تقدروا تعملوا كده هفرح بيكم. لو اتنين موجودين انا هكون مع الاتنين، لو محدش موجود انا هاجي واقعد عن اصلي واقول للرب انا جيت الكنيسه في اليوم ده. امين. God bless you and I love you so much. وانتوا غاليين على قلبي جدا جدا. يوم مبارك، وانا بشكر ربنا امبارح ادانا ليله مجيده، ليله حلوه، والنهارده يوم مجيد. الاسبوع اللي جاي هيكون عندنا احتفال برضو، هنعيد وهنسبح. بصلي من اجل اميل عوض ابننا، وهو جاي في السفر خد دور برد فلو، فاميل مش موجود معانا، بس اميل موجود معانا بنعمه ربنا الاسبوع اللي جاي، فمع الفريق. انا متاكد ان الفريق هيكون جزء كبير منهم موجود، واتمنى كلهم يكونوا موجودين. امين. طيب انا هقول لكم ايه اللي الرب حطه في قلبي. احنا مرينا باسبوع صعب شويه، كان اسبوع فيه ضغطه. الأسبوع اللي فات ابتداء من يوم الأحد وإحنا في ضغطة كبيرة، رقد رجل من رجال الله الغالين جدا جدا على قلبي، أخونا الأخ صفوت جريس. بكل شك وبدون شك، سوري، بدون شك كلنا تألمنا، وكلنا تذكرنا قدي الراجل ده راجل رائع، راجل مبارك. أنا بعرفه من وقت ما جيت، وقد إيه فخور بحياته وبيته خدمته وسط الكنيسة وبره الكنيسة. فكان أسبوع صعب، فالرب حط في قلبي اللي هقوله دلوقت. فكرة شوية جديدة على فكرة الكريسماس. إحنا مش جايين متوقعين هدايا، وحلو نجيب هدايا، حلو أو نفتح هدايا، حلو أو يبقى عندنا كريسماس تري، حلو نملاها بحاجات ملفوفة وجميلة، حلو نروح ميسز، حلو نروح جيسيباني، حلو حلو مش وحش، حلو تصرفوا فلوس، حلو تصرفوا، مش مشكلة يعني. لكن اللي هتكلم عنه النهاردة مش هدايا. كمان هتكلم النهاردة مش على سيزون. بنسمع كتير قوي قوي في الموسيقى وفي كل حتة انه Jesus is the reason of the season، والناس عمالة تحط. كنت قاعد في مطعم، والمطعم ده أساسا ماليش علاقة بأي حاجة، وحاطين الترانيم سايلنت نايت، حاجه حلوه قوي قوي، بس احنا مش بنعيد سيزون، احنا مش بنعيد مناسبه.
لو انت بتعيد مناسبه وتلبس اخضر واحمر ماشي، مش دي المناسبه ابدا، دي مش المناسبه. هتكلم النهارده عن ناس اللي هم موجودين في كارت كريسماس، انا ما شفتهمش في كارت كريسماس. لو انت عندك كارت ليهم ابعته لي، هيبقى حاجه فاليبل وهيبقى كده يعني سوفينيرز يعني نعتني بيها. ما شفتهمش ابدا في اي رسومات جوه بيوت خالص، بس اثروا فيا جدا جدا واتشجعت، وهم قدموا الرساله اللي انا عايز اشارك بيها معاكم النهارده. امين. فاتفقنا على مبدا خلينا موجودين في الاجتماع، خلينا قاعدين قد ما نقدر، يعني الوقت مش طويل. انا هاخد بالظبط 30 مينتس، بعد كده هيكون عندنا تسبيح، بعدين اولادنا هيسبحوا، الاطفال مدارس الاحد. فخليني اقرا معاكم الجزء ده في انجيل لوقا، انجيل لوقا اصحاح 2 اللي جون بدا بيه الاجتماع. انجيل لوقا اصحاح 2 خلينا نقرا ابتداء من عدد 22 لحد 38. 22 38. تعالوا نقف مع بعض، اقروا معايا الكلام ده، اقروا، تعالوا نفكر فيه بهدوء مع بعض كده ونبتدي نهضمه. تعلموا ازاي ندرس الكلمه. حلو قوي ندرس الكلمه، ان انا اقعد بهدوء قدام الكلمه، افكر في الكلمه وابتدي اربط الكلمه بالاحداث الموجوده في الجزء اللي انا قريته، وبعدين ابص على الكلمه واشوف قد ايه ربنا بيوصل الكلمه دي بصوره خاصه شخصيه ليا، فبالتالي اقدر اتمتع بمفهوم الكتاب يسكن فيه. مش مجرد جينا نسمع وعظه ووعظه تفوت ولا حد يموت، لا مش ده اللي انا اقصده. مش اجتماع وعده وفض، ده مش الهدف من وجودنا ببيت ربنا. امين. يلا نقرا مع بعض الجزء ده. شكرا يا نانسي. وبيقول ايه؟ ولما، يلا مع بعض، ولما تمت ايام تطهيره حسب شريعه موسى، بيتكلم عن مريم العذراء، صعدوا به الى اورشليم ليقدموه للرب. يلا. كما هو مكتوب في ناموس الرب ان كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوسا للرب، ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب زوج يمام أو فرخي حمام. عارفين ده معنى إيه؟ إن الرجل ده كان فقير قوي، الرجل ده اللي هو يوسف ده كان فقير قوي، فقير قوي، كل اللي يقدر عليه يدوبك يجيب يا إما يمامتين يا إما حمامتين، ده كل اللي يقدر عليه. يلا. وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان، وهذا الرجل كان برا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب. ياريت كلنا نقرأ. فأتى بالروح إلى الهيكل، وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنع له حسب عادة الناموس، أخذه على ذراعيه وبارك الله وقال، قال إيه؟ الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب، نور إعلان للأمم ومجد لشعبك إسرائيل. وكان يوسف وأمه يتعجبان مما قدم، وبركهما سمعان، وقال لمريم أمه، ها أن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل ولعلامة تقوم. وأنت أيضا، بيتكلم على عذراء، يجوز في نفسك سيف. وقت الصليب السيف دخل، لما الرب قدم للصليب الرب يسوع، السيف دخل في قلب العذراء. وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف لتعلن أفكار من قلوب كثير. وكانت نبية اسمها حنة بنت فنوئيل من سبط أشير، وكانت متقدمة في أيام كثيرة، قد عاشت مع زوج 7 سنين بعد بكورياتها، وهي أرملة نحو 84 سنة. 84 سنة يعني أرملة، فتخيلوا بعمرها كام. لا تفارق الهيكل، عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهار. فهي في تلك الساعة وقفت تسبح الرب وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء في أورشليم. ولما أكملوا كل شيء حسب ناموس الرب رجعوا إلى الجليل إلى مدينتهم النصرة. اتفضل. خليني بس هقول لكم فكرة سريعة، ويعني أكيد بنعمة ربنا هكون سريع. يعني حد شاف صورة للراجل ده سمعان؟ حد شاف له صورة؟ طب حد عنده كارت بتاعت سمعان الشيخ؟ طب حد شاف صورة أو رسمية كده في البيت لحنة النبية؟ ما أعتقدش.
اللي عنده يبقى يدهاني تحب اشوف. هي كلها رموز حاجات رمزية. بس الراجل ده والست دي حاجة جميلة قوي قوي في الكتاب. الروح القدس حطوهم في الحتة دي. الروح القدس حطوهم في الحتة دي. ليه بقى؟ ليه بقى؟ بنتكلم كتير عن المجوس، نتكلم كتير عن الرعاة، نتكلم كتير عن أحداث الميلاد نفسها وإزاي الرب راح مع العذراء المطوبة إلى بيت لحم وإزاي تم الميلاد. نتكلم كتير عن الفندق اللي قاعدوا فيه، نتكلم عن حاجات كتير قوي قوي. بس الروح القدس عايز يقدم رسالة خاصة ليا وليك وليكي النهاردة. رسالة خاصة لناس كتير محتاجين يسمعوها، موجودين معانا دلوقتي بيشوفونا، وناس قاعدين في البيوت من الشخصين دول. راجل سمعاني الشيخ ده الجميل وحنى النبية استقبلوا البيبي الطفل اللي دخل جوه الهيكل. الاستقبال تم بطريقة جميلة جدا، بديعة جدا، بصورة مختلفة عن توقعات الناس. هقف قدام نقطتين، ومن النقطتين هقف قدام ثلاث نقط. النقطتين دول مهمين قوي. إيه اللي بيقدموا لينا طفل الميلاد؟ مرات كتير قوي احنا بنتكلم عن حاجات حلوة زي الانشودة اللي قال فرح لجميع الشعب، قدم لنا فرح، اكيد طبعا. سلام على الارض، اول مرة يجي سلام على الارض، كان دايما السلام فوق، بس لما نجيب رئيس السلام ملك السلام. باي ذا واي احنا عندنا تمثيلية جميلة قوي قوي في ليلة رأس السنة اللي هتكون بنعمة ربنا يوم 31 ديسمبر، تمثيلية تحت عنوان ملك السلام. حاجة جميلة قوي قوي قوي، بشكر ربنا لأجل أولادنا. فنتكلم عن ملك السلام، إنه جه يدي سلام، يدي فرح، يدي بهجة للناس. الجماعة دول اللي هما الاثنين دول تكلموا عن هدية الكريسماس، هدية سبب الكريسماس، منشئ الكريسماس، عيد ميلاد إله الكريسماس. يعني إحنا بنعيد عيد الميلاد مع بعض، بس مش بنعيد معاه، مصيبة مش كده؟ نقول لبعض ميري كريسماس وندي هدايا، بس احنا محتاجين ندي مين؟ ندي صاحب الكريسماس، منطق ولا لا؟ يعني لما يكون عندنا طفل في البيت عيد ميلاده بنتجمع كلنا ونقول هابي بيرث لي للطفل يعني، وبعد ما نخلص نقول له اتفضل حضرتك روح اوضتك وندي هدايا لبعض. بتحصل كده؟ لا ما يحصلش كده. بندي الهدايا لمين؟ للبيبي اللي هو والطفل اللي هو عيد ميلاده. فاحنا بندي عيد ميلاد سيدنا الكريم المبارك، بنديله عيد ميلاده، فهو بنديله الاكرام والسجود والتعبد. وانا بتكلم مع جون امبارح بالليل واتكلمت معاه النهارده الصبح، وقلت له احنا عايزين نعظم الملك لانه ده عيد ميلاده، ده عيد ميلاد الملك مش عيد ميلادنا احنا. طبعا احنا بقينا لينا عيد ميلاد بسببه اللي هو ميلادنا الروحي. فإيه اللي حصل في الحدث في الجزء ده؟ في الجزء ده هقف قدام نقطتين مهمين قوي قوي. إيه اللي أنا متوقع أنتظره من مسيح الكريسماس؟ إيه اللي أنا متوقع أنتظره؟ إيه اللي متوقع أخده؟ إيه اللي أنا محتاجه؟ خليني أقرأ بس عددين، وكل عدد هاخد فيه فكرة صغيرة قوي قوي. في إنجيل لوقا 2 عدد 25، إنجيل لوقا 2 عدد 25، تعالوا نقرأ العدد ده. وأنا خلونا معايا إيهاب في إنجيل لوقا 2 عدد 25 بيتكلم عن الهدية الأولى، أحلى هدية أعتقد كلنا في الوقت ده محتاجينها. خليني أقول لكم حقيقة، معرفش قريتوا عنها ولا لأ، في ناس غاوية تقرأ أخبار وناس تشوف ستاتيستيكس وأحداث. تعرفوا أن وقت الكريسماس هو أكتر وقت الناس بتقدم على الانتحار؟ صدقوني أدخل أعمل سيرش كده شوف، وقت الكريسماس ده ناس بتحس بالوحدة الشديدة جداً، تحس ان هو مش لاقي حد في جنبه، مش لاقي ساندة، فبيفكر ان هو ياخد خطوة انه ينتحر. فوقت صعب. هنا بيقول ايه؟ وكان رجل في اورشليم اسمه، قولوا معايا سمعان، وهذا الرجل كان برا تقيا ينتظر. كان منتظر ايه؟ كان منتظر تعزية. دي اول هدية بيقدمها مسيح الكريسماس، بيقدم تعزية. هقف قدامها بس دقايق وافكر في حبايبي الموجوعين المتألمين اللي منتظرين تعزية، محدش يديها غيره، محدش يقدر يدي تعزية غيره.
قبل ما أقول تعزية بالمعنى اللي احنا فاهمينه، هقول تعزية من الوجع اللي فينا، الألم اللي فينا، الخوف اللي فينا، إحساس بالوحدة اللي مرات نمر بيه، إحساس بالاكتئاب اللي أحيانا نمر بيه. أنا أعتقد ولا واحد فينا خرج من دائرة اكتئاب في وقت من الأوقات. أنا مرات كتير أحس إن أنا مكتئب، وأنا مكتئب مش معناه إن أنا مريض. يعني سيدي رب المجد قال عنه الكتاب اكتئب، إحساس بثقل، إحساس بوجع، إحساس بحمل، إحساس بالآخرين، إحساس بأهلي، إحساس بالناس الموجوعة حواليا وأنا تعبان عشانهم، فبيجيني ثقل جوه قلبي كده. الراجل ده سمعان قال التعبير الحلو ده، قال له أنا منتظر منك تعزية، أنا محتاج تعزية. نفسي أتكلم عن ناس كتير قوي 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 فقدوا أحباء، فقدوا ناس غالية عليهم. ما أعتقدش ولا واحد فينا ما مرش في الحتة دي خالص. كلنا فقدنا أحباء، كلنا فقدنا ناس غالية علينا، أخرهم زي ما قلت الأسبوع اللي فات وقبليه بأسبوعين فقدنا بنتنا مريم. فمحتاجين تعزية، محتاجين سندة. كلمة تعزية جاية من الروح القدس المعزي. فكلمة تعزية يعني باراقليط. يعني باراقليط يعني واحد يعمل حاجة مهمة قوي قوي، إنه يقف قدام المحكمة وأنا موجوع وأنا تعبان وأنا علي ثقل وأنا عندي قضية وأنا عندي مشكلة ويدافع عن. كلمة تعزية يعني شخص جاي يدافع عن، شخص جاي يقول لي ما تخافش أنت مش وحدك في الموقف ده، أنا في جنبك. فسمعان بيقول إنه أرضنا محتاجة تعزية، لأنه أرضنا اللي احنا عايشين فيها ناس كتير قوي 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 محتاجين حد يقف جنبيهم. كلمة تعزية معناها إنه واحد يجي يمسك بإيدي أو يقف جنبي بالمعنى الصح. كلمة تعزية جت قبل كده بمعنى غريب شوية في إنجيل لوقا أصحاح 10، لما مرثا راحت للرب يسوع وهي زعلانة قوي قوي وصعبان عليها قوي قوي. كانت زعلانة من إيه؟ إن مريم تركتها وهي شغالة في المطبخ وحدها في الكيتشن. هي عمالة تقشر بصل، عمالة تفصص ثوم، عمالة تعمل قدحة، عمالة تعمل طبيخ، ومريم حضرتها قاعدة فين؟ عند قدمي الرب يسوع. فراحت قالت له أنت مش واخد بالك؟ ألا تبالي؟ هي سابتني وحدي، قل لها أن تعينني. كلمة تعينني دي هي نفس الكلمة في اللغة اليونانية لكلمة تعزية، نفس الكلمة. قل لها أن تعينني، يعني إيه تعينني؟ يعني خليها تيجي تحط إيدها معايا، اشترك معايا، تمسك بإيدي. فده اللي كان مستنيه مين؟ اللي كان مستنيه سمعان. قال إن أرضنا محتاجة نوعية من هذه النوعيات الفريدة، واحد ما يبقاش لنفسه لكن يبقى للآخرين، واحد يجي يقف في إيد مع جنب الناس ويمسك بإيد الناس، واحد يقدر يجي يشجع. في مسيرة رب المجد ربنا يسوع المسيح كان هو اللي قال عنه الكتاب، لما تكلم عن أبونا المبارك في كورنثوس الثانية 2 قال عن الله أبونا مبارك الله أبونا. مين هو؟ أبو الرأفة وإله كل تعزية. طب إحنا شفنا أبونا ده أبو الرأفة وإله كل تعزية في مين؟ في ربنا يسوع المسيح. فإحنا شفنا التعزية دي السندة وقف معنا. لما دخل الرب يسوع لبيت عنيا كان في وجع شديد قوي في البلد، لدرجة الكتاب بيقول إن فيه كان جمهور كتير قوي قوي موجود مع مرسى، وجمهور كتير تاني كان موجود مع مريم، لأن لما بعتوا لمريم وقالوا لها المعلم قد حضر وهو يدعوك، مريم وهي جاية تبعوها الستات وقالوا إن رايحة عند الأبر عشان تعمل إيه؟ تشد في شعرها وتقعد تصرخ وتبكي.
لكن لما راح رب المجد جاء بينابيع تعزيه، حول الميتم إلى فرح. كان شيء صعب على مرثا وعلى مريم، لكن لما جه ملى القلب بالتعزيه. رب المجد هو شايف قلب واحد أب مسكين، بنته مريضة جدا، الكتاب قال عنها، ولما يقول دكتور يبقى كلامه صح، قال عنها الدكتور لوقا أنها كانت في حال الموت، اللي هي ابنة يايروس، كانت في حال الموت. والبنت الغلبانة دي وهي بتحتضر أبوها راح وقال مش هلقى حد يقدر يعمل معجزة غيره ولا حد يقدر يعزي غيره. لكن للأسف الشديد الرب يسوع تأخر بسبب المرأة نزفة الدم واللي حصل والقصة الكبيرة دي. لكن لما الرب راح البيت إيه اللي حصل؟ قلب الجنازة إلى فرح. اللي جاي، اللي قال عنه سمعان، اللي جاي لأرضنا كان بيقول ننتظر منه تعزي تعزي. كل حتة الرب راح كان فيها تعزي، كل حتة راح كان فيها تشجيع. تعزية يعني encouragement، تعزية يعني تشجيع، يعني حد يمسك بإيدي. رب المجد هو ماشي في مشواره، شاف واحد غلبان، الفلوس مش مريحاه، ظلمه للناس مش مريحه، لكن كان جوه قلبه إنه يرى الإله الذي يعطي تعزية، كان اسمه زك. قال له تعال أنا أقدر أديك تعزية. يمكن واحد فينا الفلوس مش مريحاه، أنا بتكلم بجد، شايفها موجودة بس مش مديك فرح، شايفها موجودة بس مش مشجعك، شايفها موجودة بس ولا لها لازمة شوية ورق أخضر بس ده تت. لكن لما يجي هو يحول العينين من تعزية بلا قيمة، تعزية بلا فائدة، إلى تعزية حقيقية. ده اللي عمله مع زك. زكى لما شافه كده يعني قال له انا مش عارف اعمل ايه بالظبط. تعرف الواحد لما عقله كده، زي فرحه الخلاص. على فكره فرحه الخلاص دي حلوه قوي قوي، اللي مر بيها اقول له جاد بليس يو. فرحه خلاص اليوم اللي قبلت الرب يسوع مخلص، مش عارف تعمل ايه بجد، مش عارف تعمل ايه. في ناس بتجري على الكتاب ويقعد يقرا في الكتاب يقرا في الكتاب، وفي ناس تقعد تسمع ترانيم، وناس تجري على بيت ربنا، وناس تبتدي تشجع الناس وانا اول ما الرب غير حياتي كنت ماشي في الشارع عايز ادي الناس هجز في الشارع، بجد اديهم هجز اقول لهم الرب غير حياتي. فرحان فرحان. زكي كان فرحان قوي قوي، فقال له تعزيتي لدخولك جوه بيتي، عشان كده اللي عندي انا مش عايزه، انا مش عايزه، انا بقولش اعمل كده، لكن بقول بص في الكتاب شوف كل واحد اطلاقا. سامرية كانت محتاجه تعزيه، حد يحس بيها، حد يقول لها انت مقبوله رغم ان اصلا هي مش مقبوله. ده تشجيع. الرب غير مساره. اللي يحب يعرف تاريخ وجغرافيه الكتاب المقدس في العهد الجديد والعهد القديم، لما كان حد يحب يروح الجليل، في ناس راحت معايا لهولي لاند والباقيين ان شاء الله بصلي في نوفمبر اللي جاي ان شاء الرب نروح مع بعض في اسم يسوع. فكانوا يمشوا عن طريق البحر، يروح عن طريق البحر يلفوا 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 لحد ما يوصلوا الجليل. الرب يسوع ما مشيش الطريق ده، الرب هو ماشي مشي قطع اسرائيل كده، لانه كان لازم يروح منطقه السامريه، منطقه السامره. ليه؟ لان في واحده محتاجه ايه؟ تعزيه. راح عشانها. لو انت موجوعه او لو انت مضطرب جوه، لو انت مش حاسس ان انت مرغوب ولا مقبول، لو حاسس ان انت وحدك، سمعان كان ينتظر تعزي. خلينا اول حاجه تاني، ناخد عدد تاني. عدد تاني حلو قوي. عدد تاني في ناخد عدد 38. عدد 38. عدد 38 بيتكلم عن حاجه تانيه جميله قوي بيقدمها شخص جميل قوي قوي، هو سبب ان احنا قاعدين هنا، هو السبب. لو مش موجود في حياتنا، لو احنا مش بنحبه مش قريبين منه ما غيرناش، مش هنقعد هنا. اسمعوا اللي قال الكتاب. فهي في تلك الساعة وقفت تسبح الرب وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء. منتظرين ايه؟ فداء.
يبقى واحد كان منتظر ودي كانت منتظرة في ده. تعرفوا حنا راحت فين؟ عقلها راح فين؟ هقول لكم على هي كانت كبيرة في السن فعندها تاريخ يعني. حنا تذكرت شعب الرب وهم في أرض مصر. الشعب وهو في أرض مصر خد سنين طويلة، مئات السنين الشعب يعاني، الشعب في عبودية. كان عندهم كام سنة كده سنين الدلع وقت يوسف، لكن لما مات يوسف وجاء فرعون الذي لا يفتكر خالص مين هو يوسف ده، ابتدى الشعب يعاني. فحنا افتكرت الشعب كلمة فداء، كلمة فداء يعني شخص يطلق شخص موجود في أسر أو شخص مستعبد. كلمة فداء اللي هي الرانسم أو ريديمشن، اللي هي فداء أو فدية. فكانوا زمان لما يخطفوا أولادنا وبناتنا يخطفوهم، فلما كان يخطفوهم كان لازم يجهزوا مبلغ من المال. أيام الإخوان كان في شوية من الحاجات دي ظهرت يعني، مش حاجات بعيدة يعني. فكان يطلبوا فدية. فتذكرت حنا أن الشعب كان يحتاج إلى فدية، كان يحتاج إلى فادي، كان يحتاج إلى رانسم، كان يحتاج إلى ريديمشن. فعلشان كده قالت أنه منتظرين فداء. فمسيح الكريسماس جاي يدي فداء. فداء منين بقى؟ مش من أسر أرض مصر، ولا من أسر أي حاجة من الحاجات اللي احنا بنفكر فيها، لكن من أسر الخطية، من أسر الخطية. ما تعرفوش قد ايه الفداء ده والانقاذ من الاسر، ولما بيكسر فخ الخطيه اللي طابق علينا والفخ ينكسر ونحن ننطلق، ما تعرفوش قد ايه الفرحه دي. انا بقول الكلام ده مش للي اختبروها، بقول للي ما اختبروهاش. بقول انت لو تصدق النهارده ان الفادي جاء لارضنا، ان ربنا يسوع المسيح جاء لارضنا علشان يجي ينقذ من أسر الخطية، ده الفداء. الفداء إن أنا أبقى إنسان جديد. الفداء إني أقول إنه دم يسوع المسيح، أنا بتكلم عن الدم، أنا مش بتكلم عن الدم، نقطة الدم لا لا لا، بتكلم صليب ربنا يسوع، أنا مش بتكلم عن الصليب، لا مش قصد كده، أنا بتكلم عن المعلق على الصليب الذي مات لأجلنا ودماؤه قد سالت. فلما يقول الكتاب أن دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية، بيتكلم عن يسوع المسيح الذي مات لأجلنا، الذي حمل الخطية وأعطى لنا عتق وإطلاق وكسر الفخ ودانا حرية. أسر الخطية، بلاش تدخل الكريسماس ده في الأسر ده. صدق أني الكريم المبارك اللي قال عنه المرنم أو المرنمة دي حنة، كانت بتسبح مرنمة يعني، يعني لو موجودة في أيامنا كنا طلعناها ترنم، بس كانت هي يعني كان كوحة بس سكرها يعني. فبيقول عنها منتظرين المنتظرين فداء. هل أنت منتظر الفداء ولا منتظر تعزية؟ هي دي هدية الكريسماس. This is a gift. لو أنت بتدور على هدية حقيقية، قول يا رب أنا محتاج حاجتين، محتاج تشجعني لأن أنا وحدي، أنا تعبان، أنا خايف، أنا مضطرب، أنا منزعج، أنا فقدت حد بحبه، أنا موجوع، أنا حاسس بالاكتئاب الشديد، أنا محتاج تعزية. ولو أنت لسه ما تقابلتش معاه، قول أنا محتاج أتعرف بيك، محتاج أختبر وجودك في حياتي، أنا محتاج فداء، اعتقني، اخرجني من الحتة اللي أنا فيها. أمين. الجماعة دول عملوا ثلاث حاجات، خلينا أقولهم بسرعة، مش هم بس. خليني أخد عدد 28 وأخد عدد 33. 28 بيقول حاجة جميلة قوي، و 33 خليني أراها من عندي أنا، أتجبها لنا. أيوة. أخذه على ذراعيه وبارك الله وقال، العدد اللي بعده، الآن تطلق عبدك يا سيد بسلام حسب قولك بسلام.
ايه الاحساس حد يا رب الكلمه توصل لكم يعني ايه الاحساس اللي كان جوه سمعان لما حصل كده؟ ايه الاحساس؟ هو دخلت العذراء، هو على فكره سمعان يعني ما هو ما كانش ليه دور في الاعراب، لكن هو موجود في الهيكل، راجل مسن وكان منتظر اللحظه دي. فاول ما دخلت العذراء ايه اللي حصل لما شاف مريم وشايله البيبي؟ ايه اللي حصل؟ فرح، او معنى تاني اندهش، جواه تهلل. وعشان كده قال اطلق عبدك بسلام، لان خلاص. فهو برجليه المرتعشه بايديه المرتعشه، راجل كبير في السن، قرب من على العذراء وقال لها هو ده اللي انا مستنيه، هو ده اللي انا مستنيه، هو ده اللي انا عايز اشيله. الروح القدس النهارده بيولد جوانا اندهاش واشتياق للقاء مع الرب يسوع، مش عشان وجود في كنيسه، لا ابدا، مش عشان نبقى في اجتماعات، اجتماعات على قفا من يشيل، خد اجتماعات. بس الروح القدس عايزنا لما نيجي لحضرته يكون جوانا اندهاش لوجودنا في حضرته، اندهاش للتلاقي معاه، فرح بكلمته، فرح بمحبته، فرح بمسكته، فرح بتعزيته، فرح بفدائه. فجوايا تهليل، جوايا فرح، جوايا دهشة بالجميل الحلو ده اللي قبل رب المجد يسكن في أرضنا. قبل رب المجد يسكن في أرضنا. تعال نشوف عملت ايه حنة. حنة عملت نفس الشيء، نفس المشهد، عدد 33. وكان هناخد العدد اللي قبله على طول، اللي قبله 32. فتكلم عنه هو نور إعلان للأمم ومجد للشعب إسرائيل. وبعدين وكان يوسف وأمه يتعجبان مما قيل فيه. يلا وبارك هما سمعان. ناخد الحتة اللي تحتها، ماشي انا طلعت فوق شوية. يلا ننزل لحنة نفسها. وكانت نبية، حنة بنت فانوئيل من سبط أشير ومتقدمة. الست دي عاشت سنين بدون زواج بعد موت جوزها. يلا العدد اللي بعده على طول بيقول ايه؟ فهي في تلك الساعة وقفت تسبح الرب، وقفت تسبح الرب، وقلبها بينطق عظائم تسبيح. يعني أنطق بعظائم تسبيح، يعني بقول لسيدي ما أعظمك، ما أروعك، ما أحلاك. فالست قلبها نفس الكلام ملأ بالفرحة الشديدة جدا، بالاندهاش الداخلي، فابتدت تنطق بأقوال تسبيح وفرح. هذا الرب عايز يوصله لينا. لو انا مشتاق قوي قوي ان انا اتقابل معاه، لو انا مشتاق قوي اكون في بيته، انا جاي وانا طول الطريق قاعد اسبح، وانا في الـ في الـ في الـ في العربيه بتاعتي بسبح، وانا جوه الحمام بسبح، وانا بطبخ بسبح، لاني انا ما بلقاش اندهاش اعلى ولا فرحة أسمى من أن أنا أتقابل مع شخصه. فحنة بمجرد ما شافته ابتدت تسبح، مش قادرة توقف تسبيح وفرح. أي حد تقابل معاه صدقوني حصل معاه ده. أي حد زكى عارفين عمل إيه؟ تهلل معاه جميع بيته. الراجل السجين القاسي ده يقول كتاب عنه إيه؟ فرح مع كل بيته. الراجل الوزير الحبشي أول ما تقابل معاه يقول عنه إيه؟ ذهب في طريقه اندهاش. فدي الحاجة الجميلة اللي عايز أقول لك عنها. وأنت في الكريسماس أنت مش مندهش بتاخد إيه هدية، مش بتندهش إيه جمال الأماكن، تروح تايم سكوير ولا تروح مانهاتن وتشوف ميسز والحاجات البديعة اللي هناك، وإعلان عن ميسز يعني يا رب يدونا هدايا عشان احنا بنعلن عنه. فحاجات جميلة قوي قوي، بس ده مش الاندهاش. الاندهاش الحقيقي ان انا اتقابل معاه. الاندهاش الحقيقي ان انا اكون في حضرته. حاجة تاني عشان ناخد وقت نصلي. حاجة تانية انه هذا الاندهاش بيخليني اعمل حاجة.
يعني لما أنا بتقابل معاه بلقى رجليه بتتحرك وكل أحاسيسي بتتحرك. أي حد تقابل مع الرب يسوع حصل معاه كده. أي حد. أقول لكم عن رد الفعل إزاي الدافع الداخلي أول ما أنا بتقابل معاه وباخد منه تعزية وباخد منه فداء. يقول الكتاب عن السامرية سبت الجرة جريت على البلد عشان تقول لهم أنا مندهشة في حاجة جميلة في شخص رائع أنا تقابلت معاه. هو ده. أي حد. زكى. أول ما نزل جري عليه ونده عليه من فوق وجري وراح الراجل السجان. خد بولس وسيلة وابتدى يغسل جروحاتهم ويقول لهم أنا لازم أقول لكم أنا مش قادر أوقف الفرحة اللي جوه قلبي فأنا بعمل حاجة. إيه اللي نعمله لما نتقابل مع المعزي والفادي؟ إيه اللي نعمله؟ هقولها تاني بوجع. كنت بحكي أنه الأخ سمير يوم الجمعة في اجتماع درس الكتاب. زمان 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 مش ترنيمة اللي قالها الكوير وجون. زمان كنت برعى في كنيسة في القصية. كنت أشوف الناس يجوا من الغيطان. هو بيعزق. هو بيزرع. تعبان قوي. يجي من الغيط يجري بسرعة. كانوا يقولوها هناك يرشوا بقه مية. يعني يرشوا بقه مية يعني ياخد شاور يعني. يرشوا بقه مية والبعض ما بيرشش. بس جاي بعرقه. ما هيش مشكلة. كنت بعز قوي قوي عرق الناس دي. تعرفوا ليه؟ مش عارفة تعبر عن حبها للكريم العظيم. 9 مرات يروح الكنيسة كل أسبوع. 9 times. يوم الحد مرتين. يوم الخميس مرتين. ويوم كل ليلة بالليل. بتواجع قوي قوي. سامحوني أنا أصلي عشان حبي ليكو وحب للي بيسمعوني. بيخليني أقول اللي جوه قلبي عشان حب. مش نقد. هتوجع قوي قوي لما يجي يوم الرب وأنا قاعد في البيت. قوي. قوي. هتوجع قوي لما يبقى ده يوم الرب اللي المفروض ان احنا في يوم الرب نيجي نعيد. نعيد لك. نهتف لك. وانا موجود جوه البيت افكر في الغسيل وافكر في الطبيخ وافكر في الزيارات وافكر في الاعياد وافكر في الاعياد كل حاجة. يوم الرب. ليه انا بقول الكلام ده؟ بقوله لان انا عشته. فانا بقول اللي عشته. لما كان أغلى غالي يجي بيتنا. أغلى غالي يجي بيتنا ويدخل بيتنا وإحنا عايزين نفرح بيه ويجي معاد الكنيسة. بابا يدي اختيارين قدام الضيف. يا تيجي معانا يا تنتظرنا ويلمنا نروح الكنيسة. حدش يقعد في البيت. الاندهاش يخليني دايما أبقى ليه اشتهاء ان انا اكون في بيتك. ليه اشتياق ان انا اكون في بيتك. فضلت الجلوس على اعتابك. انا جاي عشان انا مش بتقابل مع ربنا هنا. انا بتقابل مع ربنا طول الوقت. لكن بقول له يا رب ما هذا الا بيت الله وهذا باب السماء. انا فرحان اكون في بيتك. فالجماعة دول عملوا كده. لما تقابلوا مع الرب يسوع المجوس اندهشوا. فتركوا أرضهم عشان يقولوا. فعل. الرعان دهشوا فعملوا إيه؟ فتركوا الغنم ورحولوا. أي حد يتقابل معاه يتمتع بهذا الفعل. الفعل. مش الأقوال. أفعال. خليني أخد آخر حاجة عشان نصلي مع بعض. آخر حاجة. حاجة اللي جاية دي جميلة قوي قوي. مش أنا بندهش وبعمل حاجة. لا أنا بعلن حاجة. يعني أنا في المشوار بتاع اندهاشي من تعزيته وفدائه فأنا لازم أقول حاجة. فكان في إعلان. أدخل في الكتاب كله. اقرأ كل الأحداث لكل من تلاقى مع الرب يسوع. لازم يكون عنده إعلان. لازم يكون عنده إعلان. هديكوا أصعب مثال.
أصعب مثال من أصعب الأمثلة، واحد عليه لاجئون كان يعذب نفسه كل يوم، جرح روحه. الرب يسوع راح مخصوص، عدى مع التلاميذ، عدوا هناك، اتقابلوا مع الراجل ده. الراجل ده عامل شوشارة كتيرة قوي، قعد يصرخ ويعمل مشاكل، وبعدين الرب أمر الأرواح الشريرة خرجت. الراجل ده بدأ يبقى جالس ولابس وعائل. طب حلو قوي، اتغير يعني، مفيش أرواح شريرة خلاص، حلو قوي. لكن يقول له أنا عايز أمشي وراك. فالرب قال له لا، مدام أنت قبلت تعزيتي وقبلت فدائي، روح خبر بيا في كابوليس اللي هي العشر مدن الموجودة حواليك. حنة ابتدت تكلم الناس وتكلمت عنه. ما قدرش أسكت، ما عرفش أسكت. المجوس راحوا قدموا له هدايا، وراحوا قدموا أعلى بشارة لناس قلوبها أسية وناس رفضت المسيح. تخيلوا، أهله رفضوه لما راحوا قالوا إن في واحد ولد هنا هو الملك. هم عرفوا وقالوا الكتاب بيقول عنه، بس رفضوه. هم اللي راحوا، المجوس ابتدوا يخبروا البلد كل الرعاة، يخبروا البلد كلها ان هم اندهشوا بتعزيته وبفداء. خلاص، انا خلصت، بس هقول لكم قصه ظريفه قوي 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 حقيقيه على فكره. القصه دي، كان في شخص غني كان عنده إمكانيات مادية كبيرة قوي قوي قوي، وبيته قصر فانسي جميل جدا جدا جدا، مليان بالتحف الجميلة قوي. كان عنده ابن واحد بس، وكان أمانته في علاقته مع ربنا كانت عالية قوي، فابنه ما دفعلوش حاجة إنه ما يروحش الجيش. اللي كان في مصر زمان كانوا يدوروا ويدفعوا حاجات عشان يطلعوا عياله. هو ما دفعش حاجة، الولد كان في أحد الحروب مات بعيد عنكم. فواحد من الجنود جه راح البيت بتاع الشخص الغني ده، خبط على الباب وقال له أنا جاي بكل الأسى والأسف إن أنا بقول لك الباقي في حياتك، ابنك مات. ودي الحاجات اللي كانت موجودة معاه. فالأب خد كل الحاجات الموجودة، والاب وهو في دموعه طبعا في بكائه لقي ورقه، لقي ورقايه مع الحاجات دي، ورقايه، وابنه راسم صوره كده، مش يعني جذابه الصوره ولا حاجه فانسي يعني، بس هو بص فيها وقال دي صوابع ابني وهي بترسمها. فالاب راح واخد الصوره دي وبروزها، حطها جوه برواز وعلقها مع الصور. طبعا اي حد بيروح عنده لك ايه التفاهة دي، الراجل ده معلق دي ليه؟ الراجل مات، فابتدوا يبيعوا كل ممتلكاته كلها في اكشن في مزاد. فاللي بيدير المزاد راح وقف، اول حاجة راح قال التحف كلها الموجودة ارقامها بالمئات الالوف، فقال عندنا اول حاجة في المزاد صورة صغيرة هنا، انا عارف مش كذابة، هنبيعها $20، لهاش قيمة يعني. حدش نطق، استنى ما حدش نطق. فقال يا اخوانا الصورة دي لازم نبيعها $20. فواحد قال له اخوتها ب10، قال له ماشي، ده قال له ب10. راح الرجل واخد الصورة، فوقف اللي بيدير المزاد وقال المزاد خلص. فالناس استعجبت، طب وباقي الحاجات دي؟ فقال انه كاتب وصيه صاحب الصوره، قال اللي ياخد صوره ابني له الحق في كل شيء. لو انت قبلت المسيح بفدائه فلك الحق في كل شيء. نصلي. تعالوا نقف مع بعض كلنا، ناخد دقيقتين. تعالى جون و الكوير. يا
ياريت وانت واقف قول له يا رب انا محتاج تشجيع منك يا رب. يا رب سمعان كان قد ايه منتظر تعزية، وحنا كانت منتظرة فداء. ادهشنا بوجودك وسطينا، ادهشنا بوجودك في حياتنا، ادهشنا بتشجيعك يا رب. خلينا ناخد فعل في حياتنا، احنا رضينا يفعل من اجلنا، لكن مش عندنا الاشواق انه يفعل من خلالنا. نمجدك، نعليك، نرفعك، نسند بعض، نبارك بعض، نمسك ايدين بعض. ودينا يا رب يكون عندنا فعلا اعلان، نعلن كم صنعت بنا ورحمت، نعلن قد ايه انت اله عظيم، نعلن ان انت اللي وحدك اللي بيك الخلاص، نعلن انه ما فيش اسم تاني اعطي بين الناس به ان هذا العالم يخلص الا اسم يسوع. ادينا يكون عندنا اعلان يا رب، دينا نقبلك. والكتاب يقول بلسانك الطاهر اطلبوا اولا، اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. ثبت كلمتك بغنى فينا يا رب، ثبت كلمتك بغنى فينا يا سيد. مبارك اسمك، مبارك اسمك، هاللويا. خلونا نرنم مع جون ومع الفريق اللي جوه قلبهم. هنرنم ترنيمه واحده بس، وبعد ترنيمه دي هناخد كم ترنيمه من اطفالنا. هنبارك الرب عطيانا بعد الترنيمه دي، أصل الأول، وبعدين هنكون ترنيمة مع أولاد مدارس الأحد، كل أولادنا هيرنموا معنا ترنيمة، وبعدين الكوير هيختم معنا بترنيمة بعدها. أمين. تاني هذكركم وإحنا بنستعد للترنيمة عشان اللي بيسمعوني لايف دلوقتي، وهقول إنه بنعمة ربنا في اسم الرب يسوع، لو إحنا ما عندناش مانع يوم الأحد اللي جاي تحبوا نيجي مع بعض، لو 4 موجودين، لو 40 موجودين، لو 400 موجودين، هنقعد مع بعض بس هنسبح. هيكون معنا إميل والفريق، هنسبح بس، مفيش وعظة، بس هنسبح ونروح بيتنا نقول الملك ده عيد ميلادك، فجايين الأول نعمل إيه؟ نعيد عليك، وبعدين نعيد على بعض. فأنا بشجعكم لو نقدر نعمل كده. أمين. وليلة رأس السنة ما ننسهاش أبدا أبدا، هنبدأ الساعة 7، هناخد ميل مع بعض، ناكل مع بعض، وبعدين هنيجي بنعمة ربنا من 8:30. هيكون الاجتماع مش هيطول قوي قوي، من 8:30 ل 11. معنا ضيف جاي من مصر، رجل مبارك جدا، اسمه القس ناجي كامل. سيس ناجي شخصية رائعة، رجل الله، عنده كلمة، حب ربنا قوي قوي قوي. أول مرة يجي عندنا، بس قديه أنا فخور إنه جاي. هيكون معانا، فلو انت تحب تستضيف في اي وقت الاخ الاسيس ناجي كلمني، قول لي او قول اي حد من المسؤولين نعمل كده. امين. في البرنامج بتاعنا عشان اشجع على بقى الامهات، هيكون جزء من البرنامج جزء للانجليش مينستري، هيكون عندنا جزء خدمه بالانجليزي لمده 15 minutes، وهيكون عندنا ترنمتين مع ولادنا الانجليزي هيكونوا يرنموا معانا في وسط برنامج الليلة، وهيكون عندنا مسرحية جميلة قوي اسمها ملك السلام. قولوا البعض وشجعوا بعض. باندهاش وإعجاب بإجلال وخشوع، نصرخ عجيب أنت أيها رب يسوع. تعالوا نقف ونقول الترنيمة دي، وحد يعرف أطفالنا عشان يكونوا جايين. في حضن البتول ولم يفارق حضن الأب، نزل
نرشد وأعجاب بإجلال وخشوع نصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع نرشد وأعجاب بإجلال وخشوع نصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع الذي يكون الأجنة في البطن صار جنينا ولفوا بأقمطة من قدني كان ليس له بدي واسمه قبل الشمس أتى في ملء الزمان وهو الآتي والأمسي باندهاش وأعجاب بإجلال وخشوع نصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع باندهاش وأعجاب نصرخ عجيب أنت ليس له بدئ الرب يسوع من ليس له بدئ واسمه قبل الشمس أتى في ملء الزمان وهو الآتي والأمس واسمه قبل الشمس أتى في ملء الزمان وهو الآتي والأمس باندهاش وأعجاب نصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع باندهاش وأعجاب بإجلال وخشوع نصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع الجالس فوق الشربيم أخلى نفسه من المجد النار الأكلات اقترب منا في جسد الجالس فوق الشربين أخلى نفسه من المجد النار الأكلات اقترب منا في جسد اندهاش وأعجاب بإجلال وخشوع نصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع اندهاش وأعجاب بإجلال وخشوع نصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع